وهو علاقة البول بالكرة. دلوقتي الزد بحطها الاندكس الاولاني للبولت والاندكس الثاني للكرات اللي جنبيه، البولت واحد والكرات واحد. هنا زد واحد اثنين الاندكس للبولت والاندكس الثاني للكرات. بعد كده زد اثنين واحد زد اثنين اثنين. تمام كده؟ عشان احسب بقى زد واحد واحد زد واحد اثنين زد اثنين واحد زد اثنين اثنين يبقى اقول دي واحد على الاي واحد. طب زد واحد واحد عندي الاي اثنين ايكوال دي. اهم حاجة عندي في مسألة الزد بارامتر او اي مسألة ماتريكس هو الكونديشن. الكونديشن دوت هو اللي هستخدمه عشان احل المسألة. تمام؟ والزد 2 2 هتساوي الفي 2 على الاي 2 لما الاي 1 ايكوال 0. زد 1 2 هتساوي الفي 1 على الاي 2 لما الاي 1 تساوي 0. زد 2 1 هتساوي الفي 2 على الاي 1 لما الاي 2 ايكوال 0. دي أول طريقة بحل فيها زد البارامتر اللي الدكتور بيفضلها وبيحبها، يعني اللي بيلاقي واحد حلت بيها بيستريح كده وبيشع. تمام؟ وهو قصدي بيصحح. الطريقة الثانية الزد واحد واحد ديت أنا بعتبرها إيه؟ زد أوبن سيركت وقيس من على واحد. يعني إيه؟ يعني أنا هعمل أوبن سيركت عند اتنين وهميجر عند واحد. ماشي؟ الزد 2 2 هتساوي الزد اوبن سيركت عند 2 يعني اوبن سيركت عند واحد وقسنا عند 2. دي لغايه دلوقتي ممكن تحل بيها في الامتحان بدل الطريقه دي بدل دي ودي. تمام؟ تيجي بعد كده اللي هي الزد 1 2 والزد 2 1. الزد 1 2 هتساوي الزد اوبن سيركت 1 ناقص الزد شورت سيركت 1 دي زد اوبن سيركت 2. هنا هعمل شورت سيركت عند 2 وهميجر من عند 1. معايا ولا ايه؟ هنا زد اوبن سيركت 2 ناقص زد شورت سيركت 2 في زد اوبن سيركت 1. الدكتور ما بيفضلش الطريقه دي عشان حاجه واحده. السكوير ده مش ده سكوير؟ طيب انا لما اجيب الفاليو بتاعت زد 1 2 هجيب السكوير روت. تمام؟ هيطلع بوستو ولا نكتب؟ انهي الانجريدينتس بقى؟ هل هيطلع بوستو ولا نكتب؟ لا ليه بوستو ليه؟ ما هي كود فيها. انا عندي دلوقتي في حاجه اسمها كومبلكس نمبر في جي صح؟ الجي دوت لو نيجاتيف يبقى دوت عباره عن كاباستور. البوستو يبقى عباره عن اندكتور. لما كده لا نيجاتيف لا بوستو فانت ما تعرفيش. ايه اللي بيخليك تعرف هي بوستو ولا نكتب؟ هي دي الطريقه دي. اجيب البولت والكرنت واقسم على بعض واجيب التريك. الدكتور قال لنا زد واحد زد اثنين اثنين احلها بالطريقه دي ونكمل كده. هي ممكن تحل بالطريقه دي وقال عادي ممكن تحل بيها بس لا انا ايوه هنا هجيب زد واحد واحد وزد اثنين اثنين بزد ده بيسك. ما بقول لك دي هنستغنى عن بولت بدي. ماشي نخش بقى على مساله صعبه كده. البولت دي الكرنت الدايركشن بتاعه كده والفي واحد ده هنا البوست وهنا النيجاتيف بدل كده. هنا الكرنت داخل لو عملت خارج يبقى غلط. تمام؟ ده اي 2 وهنا البوست وهنا النيجاتيف ده دي 2. طيب انا عامل ايه دلوقتي؟ زد واحد واحد زد واحد واحد قلنا ايه؟ عباره عن زد اوبن سيركت عند اميجر عند واحد واعمل اوبن سيركت عند 2. تمام؟ انا لما اجي اعمل هنا اوبن سيركت يبقى الامبيدنس اللي شايفها هنا ايه؟ انفينيتي صح؟ طيب يبقى الزد دي اللي هنا ايه؟ كام هنا ايه؟ سالب جي زد مين وتان تيتا ال. لما يكون الامبيدنس الزد ال انفينيتي دي كومنت الزد ال. تمام؟ الزد انبوت لما الزد ال ايكوال زيرو عباره عن جي زد نوت تان تيتا ال عشان ما تقعدش تعرف القانون. هو أصلا الوقت كل واحد محتاج يجيب. طيب يبقى هنا عبارة عن جي 40 بارابل مع ايه؟ سالب جي زد نوت كوتان تيتا ال. في مشكلة في الزد واحد واحد؟ في مشكلة في الزد واحد واحد؟ طيب الزد 2 2 هيساوي زد اوبن سيرفي
ومثلا عند اثنين. طيب انا لما اعمل هنا اوبن سيركل الامبيدنس اللي هشوفها من هنا كام؟ نحسب بقى حاجة هو دلوقتي
عاوز اي ترانسميشن لاين في تو انون صح؟ الفي نوت بلس والفي نوت ماينس. الكونديشن دوت هو اللي هيجيب لي ريليشن بتوين الفي نوت بلس والفي نوت ماينس. طيب الريليشن اللي هجيبها من هنا ايه؟ مش انا عندي دلوقتي الفي اللي هي واحد مش هي بتساوي الفي على الزد ايكوال زيرو، هنفرض ان دي زيرو ودي سالب ال، تمام؟ ماشي كده؟ طيب الفي واحد مش بتساوي الفي عند الزد ايكوال زيرو، بتساوي الزد في الاي عند الزد ايكوال زيرو، صح كده؟ طيب الفي اي عند الزد ايكوال زيرو يبقى في نوت بلس بلس في نوت ماينس. الزد دي معايا جي 40 على زد نوت اللي هي 70، الاي يبقى في نوت بلس ناقص في نوت ماينس. كده قدرت اجيب ريليشن بين الفي نوت بلس والفي نوت ماينس، صح؟ يبقى انا كده جبت الريليشن بين الفي نوت بلس والفي نوت ماينس. كده اقدر بقى اجيب قيمه الفي 2 والفي 1 في انون واحد اللي هو الفي نوت بلس. عاوزين نجيب البي 2، البي 2 هنا هيساوي ايه؟ الكونديشن اللي عندي ان اي 2 ايكوال 0، صح؟ يبقى ده مش موجود عندي. نفس الرسمه.
يساوي زيرو. الفي 2 دلوقتي هنفرض ان الزد هنا يكوال زيرو والزد هنا يكوال ال، ليه؟ عشان الكره هيمشي كده هيتجزأ كده ويمشي كده، يبقى الستارت بتاع الترانسميشن لاين هنا والاند بتاعه هنا، تمام كده؟ الاي 2 لما بيساوي زيرو يعني الاي عند الزد ايكوال ال بتساوي زيرو، يبقى الفي نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال ناقص الفي نوت ماينس اي اس بلس جي بيتا ال، الكلام ده هو واحد على زد نوت ايكوال زيرو، يبقى الفي نوت ماينس بتساوي الفي نوت بلس اي اس سالب 2 جي بيتا ال، تمام؟ طيب كده جبت ريليشن بين الفي نوت بلس والفي نوت ماينس. ابدا بقى احسب الفي 2 والاي 1. الفي 2 هي عباره عن الفي عن الزد ايكوال ال، ليه؟ انا الكرنت اللي ماشي هنا بزيرو، فيبقى الفولتج دروب هنا بكام؟ بزيرو، يبقى يبقى الفولتج دروب هنا، يبقى الفي 2 بتساوي الفي عن الزد ايكوال ال، يبقى تساوي الفي نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال زائد في نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال، ليه؟ عشان انا عندي دلوقتي الفي نوت ماينس بتساوي الفي نوت بلس اي اس سالب 2 جي بيتا ال، فعوض عنها هيطلع لي الكورونا، يبقى هتساوي 2 في نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال. انا عندي بيتا ال الانون بالنسبه لي الفي نوت بلس اللي هو هيظهر لي في المقام وهيتغير مع ده. المشكله دلوقتي في الاي 1، الاي 1 بيساوي ايه؟ الاي 1 بيساوي ايه؟ سميشن الاثنين، يبقى الاي 1 هيساوي سميشن الاثنين. طيب ليه سميشن الاثنين؟ الكرنت هيدخل على تو برانش هيتجزأ كده وكده، صح كده؟ الكرنت ده بيساوي ايه؟ الاي عند الزد ايكوال زيرو، والكرنت ده بيساوي ايه؟ الفي عند الزد ايكوال زيرو على الزد، صح كده؟ يبقى الاي دلوقتي اي 1 بالنسبه لي هيساوي ايه؟ الاي عند الزد ايكوال زيرو بلس الفي عند الزد ايكوال زيرو على الزد واحد. الاي عند الزد ايكوال زيرو يبقى في نوت بلس اي يعني مش موجوده ناقص في نوت ماينس في واحد على زد نوت بلس الفي عند الزد ايكوال زيرو في نوت بلس بلس في نوت ماينس على الزد واحد. يبقى عندي الاي واحد كده كده عندي ريليشن بين دي ودي دي ودي خلاص يبقى نون في نوت بلس بس. تمام كده؟ حد عمل مشكلة في المسألة دي؟ طول المسألة طول الفرض اللي هو أنا الكونديشن بتاعي اتغير، بدل الكونديشن بتاعي اتغير يبقى مسألة ثانية. أنا بشتغل على الكونديشن دوت، لو هو يعني لو أي 2 لو جبت مثلا اللي هو زد 1 1 بتساوي في 1 على الأي 1 لما الأي 2 بتساوي 0، أنا ما أقدرش أغير بقى الكونديشن. ليه؟ عشان فرض في المسألة في الحتة اللي قبليها عن نفس الكونديشن هنا حاجة وهنا حاجة، أجي أغير على نفس الكونديشن أقلل؟ لا. حد عنده أسئلة تاني؟ في مسألة بقى يعني بعد ما تجيب أنت الزد برامتر، تمام؟ الزد برامتر دي عبارة عن ماتريكس اللي هي زد 1 1 زد 1 2 زد 2 1 زد 2 2. هيقول احسب لي الـ V1 على الـ I1 at Z
زد ال ال بوت 2 ايكوال فاليو. انا دلوقتي بعد ما اجيب الزد براوتر تمام هيقول لي فروم الزد براوتر اللي انت حسبتها تمام احسب لي الفي 1 على الاي 1 لما يكون عندي لود. هو كان المغص لو احنا اي بوت كنا شغالين عليه كانت عباره عن كده وده الاي 2 ده تكون وده الاي 1. انا لما كنت باجي احسب الزد 1 1 مش كان عباره عن في واحد على الاي 1 بس اندر كونديشن ان الاي 2 بتساوي 0. هنا لا بيقول لك على فكره في زد لود ما تقدرش تعمل الاي 2 بتساوي 0. فهمت الفرق من زد 1 1 وفي 1 على الاي 1؟ هو دلوقتي لو انا عندي البوينت دي عايز الزد اللي عليه اكيد عليها جول اللي هو الفي ال والكرنت اللي هيمشي فيها والبوست اللي نكتب ده الاي ال صح كده؟ طيب البورت دي مش المفروض الكرنت تكون داخل لها كده؟ طيب ايه علاقه الاي ال بالاي 2؟ عكس بعض يبقى الاي 2 ايكوال سنس الاي ال. طيب والفي ال على الاي ال بتساوي الزد والفي ال برضه بتساوي 2 صح كده؟ يبقى الزد ال الاي ال هتساوي الفي 2 ادي تاني ريليشن ماشي؟ انا كان عندي تو اكويشن اللي هي الفي 1 بتساوي الزد 1 1 في الاي 1 زائد الزد 1 2 في الاي 2 والفي 2 بتساوي الزد 2 1 في الاي 1 بلس الزد 2 2 في الاي 2. انا عندي دي وعندي دي وعندي دي وعندي دي صح؟ ده حاسبها. طيب عاوز بقى اجيب الفي 1 على الاي 1 عندي كام متغير الاي 2 والفي 2 هو ده اللي اخلص منهم عشان اقدر اجيب الفي 1 على الاي 1. طيب احنا لسه من شويه كاتبين ان الاي 2 بتساوي سالب الاي ال والفي 2 بتساوي الزد ال في الاي ال صح؟ طيب اعوض الايكويشن دي الفي 2 بتساوي زد ال في الاي ال هتساوي زد 2 1 في الاي 1 زائد زد 2 2 في سالب الاي ال صح كده؟ هو دي الناحيه الثانيه يبقى الاي ال في زد ال بلس زد 2 2 على الزد 1 2 يساوي الاي 1
طيب لما اجي اعوض الانفينيتي، انفينيتي يزيد ايه؟ انفينيتي بلس فاليو انفينيتي، واحد على او فاليو على انفينيتي زيرو، يبقى هيبقى في الاخر ايه؟ زد واحد. تمام كده؟ اشرح مسائل ماجنترون اقولها لكم ولا بلاش؟ بس قدام الدكتور انا شرحتها ماليش دعوه. تمام؟ يعني العلاقه دي احنا استخدمناها لزد واحد اثنين وزد اثنين واحد بس هي المربع. انا دلوقتي لما اجي اقول دلوقتي جالي ريزيستنس هنا معين. تمام؟ وانا دلوقتي عاوز اجيب ريليشن زد واحد واحد بعمل اوبن سيركت هنا مثلا. طيب وهنا لو في ترانسميشن لاين. بلاش الامبيدنس دي موجوده. طيب انا بعمل اوبن سيركت هنا وعاوز اجيب الفاليو بتاعتها هنا. طيب اوبن سيركت يعني هجيب ايه؟ ثابت جي زد نور وثابت بيتا ال صح؟ يبقى الترانسميشن لاين ده كويفلنت بامبيدنس. طيب انا هعمل الامبيدنس ديت بالترانسفورمر ده عشان اخلص من الاثنين مع بعض. هجيب الامبيدنس ديت هنا واضربها في نسبه. فيبقى ال ديت بلس ديت يبقى دي زد واحد. ايه؟ ده من الصغير للكبير هضرب في السكوير. ايوه لما الكبير للصغير هقسم على السكوير. حد
ده عنده مشاكل خالص في الزبده. طيب عاوزين ايه بقى تاني عشان احنا كده خلاص اللي عليه؟ حتى لو سلمتوها هيجي في الامتحان، انا هيجي في الامتحان يسالك فيه. حتى الناس اللي سلمها ما سلموش ده هيبقى عليه درجات. هو عليه درجات طيب تسليمه اصلا؟ ما هو معرفش الله عليه درجات ولا لا، بس هو اللي بيتحدد. حضرتك سلمت سنه بقى؟ لا كنت مسلمه متاخر وبتاع. يعني ينفع نسلمه متاخر طيب؟ مرة لا اشمعنى يعني؟ الناس ما طيب دلوقتي كان في حاجة عندنا اللي هي الـ MSK صح؟ وفي حاجة اسمها الـ FSK. ده في باس شيفت كي وده مينيمم شيفت كي أو كونتينيوس فيز في كوانتي شيفت كي. عشان الـ MSK هو يجي يقول لك الـ MSK دوت ستاند فور إيه؟ تمام؟ كونتينيوس فيز اف اس كي مش بي اس كي. تمام؟ طيب الام اس كي دوت معمول ليه؟ هو الام اس كي دوت التطور للاف اس كي. طيب الاف اس كي دوت ليه مشاكله؟ احنا عندنا الفريكونسي شيفت كي، يعني الكارير بغير في الفريكونسي بتاعها عشان اعمل موديليشن. فهاجي هنا عندي انا اولا عندي سيكونس اوف بيت مثلا كده كده تمام. الواحد بهاي فريكوانسي والزيرو لو فريكوانسي. طيب الواحد هاي فريكوانسي فهيمشي كده تمام. الزيرو لو فريكوانسي هيبدا ده كوزاين ويف يبقى هيبدا كده. طيب الواحد هاي فريكوانسي، المشكله عندي في الاف اس كي انا الحته دي انتوا شايفين الويف جت عند الواحد عند نقطه معينه طلعت بهاي فريكونسي لفاليو ثانيه. ده بالنسبه لهاي فريكونسي عشان انا اطلع من فاليو لفاليو زيرو تايم هاي فريكونسي. ده كده اسمه ديسكونتينوس انترفيس. انا باجي عند الديكودر عشان تكتب الكلام دوت مش هعرف اتكتب الكلام ده ليه؟ عشان هاي فريكونسي دوت بيسبب لي مشاكل في الباور سبيكترم. يعني الباور سبيكترم عباره عن كده. طيب الباور سبيكترم ده الباند ويدث بتاعي الباور بتاعت الشانل ازاي مع الباند ويدث مع الفريكونسي. يعني هنا هتعدي السيجنال هنا مش هتعدي السيجنال. الهاي فريكونسي ده بيسبب لي سايد لوب، يعني في انترفيرنس مع السيجنال جنبها. تمام؟ يبقى الحته دي الانتقال من فاليو لفاليو زيرو تايم ده اسمه ديسكونتينوس انترفيرنس. هو الاف اس كي ده اللي انا بتشنج في الفريكونسي بس، لكن انا عملت تشينج في الفريكونسي وتشينج ان الفيز. ده مش موجود السنه في الموديليشن. طيب يبقى بيبقى اثر لي على البروبيلتي اوف الايرور وبيأثر لي على الباور سبيكتر. الام اس كي بقى عملت ايه؟ عملت حاجه لطيفه كده. في حاجه اسمها عندنا الموديليشن اندكس اللي هو الاتش او الميو. ده بيساوي الدلتا اف على الريش. لقوا لما بيساوي نص في ريال نمبر لقوا ان الريشن بتطلع الريشن بتطلع ازاي من اللو فريكونسي والهاي فريكونسي. طب انا عندي ده الهاي فريكونسي هلاقي ان السيجنال بتاعتي طيب كونتينوس تمام؟ مفيش ديسكونتينوس في الفيز. امتى؟ لما الاقي الموديليشن اندكس بنص في الام. تمام كده؟ ليه؟ الام دي 1 2 3 4 5 تمام؟ فيبقى عيون الاف اس كي ايه؟ ان هو ديسكونتينوس ان الفيز بيأثر لي على البروبابيلتي اوف الايرور عند الديكودر. طيب حليته ازاي بقى؟ بالمينيمم شيفت كي. المينيمم شيفت كي دوت بيعالج المشكله دي بيخلي كونتينوس انترفيس. طيب الام اس كي دوت قال هتساوي نص في الام. طيب وفي حاجه كمان قال ان الـ
سيرش لما بتساوي 0.735 ده بيديني مينيمال ايرور. يعني الايرور عند الديكودنج بيكون قليل لكن الكومبلكستي بتاعته بتكون صعبه. ليه؟ عشان مفيش سورس بنالتي. طيب عاوزين نثبت بقى الكلام ده. تاني اقول هو الاتش ليها تو فاليو تمام؟ الفاليو الاولى دي نص ان يعني اورثوجونالتي. الاورثوجونالتي دي معناها ايه؟ يعني الاثنين بيرفندكولار على بعض. لو ضربت واحده في الثانيه هيديني زيرو. ضربت واحده في نفسها هيديني ماكسيمم فاليو. المشكلة في الأورثوجوناليتي إن لو في واحدة شفتت عن التانية بمقدار صغير مش هتحقق لي الأورثوجوناليتي. فعشان كده مش هيديني مينيمم ايرور زي التانية. طيب عايزين نسيب بقى الكلام ده. طيب احنا عندنا الفريكونسي الاف هاي بيساوي الاف سي بلس دلتا اف على 2 والاف 2 اللي هو الاف لو بيساوي الاف سي ناقص دلتا اف على 2. الدلتا اف الدلتا اف دوت الديفرنس بينهم. طيب انا عايز اثبت ان الاتش بتساوي نص دوت يبقى اورثوجونال والاتش بتساوي 0.73 هاف دوت يبقى ايه؟ مينيمم ايرور. في الاورثوجونالتي طب الكروس عايزين بقى نجيب الاورثوجونالتي. الاورثوجونالتي ده احنا كنا واخدين في السيجنال حاجه اسمها كروس كورليشن. لما اضرب دي في دي وكمله مع البريم بتاع البنت واقسم عليها يبقى انا كده جبت الاورثوجونالتي فاليو بتوين السيجنال دي والسيجنال دي. مش السيجنال ده عباره عن كوساين اوميجا واحد في تي اللي هي عباره عن كوساين 2 باي او نخليها اوميجا سي بلس دلتا اوميجا على 2 في تي ودي كوساين دلتا سي ناقص دلتا اوميجا على 2 في تي. دول تو سيجنال واحده بتمثل لي الواحد والثانيه بتمثل لي الزيرو. عاوز اجيب بقى الكورليشن فاليو بتوين الاثنين مع بعض تمام؟ بيساوي واحد على التي بي. انا هكمل على الامبريب اللي هو الامبريب بتاع البلس انتجريشن. طب انا عشان ازاي اثبتي بقى لما الاتش بتساوي نص الكلام ده بيساوي زيرو؟ اشمعنى عند الاتش بتساوي نص؟ هو مالتيبل نمبر من النص في ان. اشمعنى هنا؟ اجيب دوت واشوف ساعتها هيساوي زيرو امتى. هو الكروس كولوريشن ده بتقوم من زيرو لواحد. فانا دلوقتي هجيب الفاليو لو هشوف هو امتى بزيرو ساعتها اقدر احدد قيمه الاتش هتكون بكام. طيب احنا عندنا السيجنال الاولانيه من زيرو لتي بي. السيجنال الاولانيه كوساين اوميجا واحد بلس دلتا اوميجا على 2 في كوساين دلتا اوميجا سي ناقص دلتا اوميجا على الاثنين في دي. دي اتنين كوساين مضروبين في بعض اقدر احولهم لاتنين كوساين جمع الزاوية وطرح الزاوية صح؟ مجموعين على بعض. طيب زيرو تي دي كوساين هيكون اتنين اوميجا سي وفي تي دوت هيروح مع دوت عشان نجمع اول حاجة ده هيروح مع دوت يبقى يبقى لي اتنين اوميجا سي في تي دي تي بلس من زيرو تي بي تمام ده مضروب مره واحده على تي بي كوساين الفرق كوساين الفرق يبقى دلتا اوميجا في تي ها هقطع ده من دوت بس دوت من دوت يبقى دلتا اوميجا تي صح كده؟ طيب دي تي احنا عندنا الانتجريشن على 1 سايكل للكوساين مش ده الفريكونسي السين الاساسي بتاع الكوساين ده بيتغير. طيب الاوميجا سي دوت لما اقول انتجريشن اوفر 1 بيريود الكوساين وين؟ بيساوي ايه؟ زيرو تمام؟ انا ما اقدرش اقول هنا بزيرو ليه؟ عشان دي دلتا اوميجا مش ده الفريكونسي بتاعها الاساسي تمام؟ بلس زيرو من تي بي لكوساين دلتا اوميجا في تي دي تي نكمل الكوساين انتجريشن الكوساين ديت عباره عن ايه؟ بالنسبه للدي تي يبقى الكوساين هتكون ساين دلتا اوميجا تي على دلتا اوميجا في دي تي
الكلام دوت من زيرو لتي بي. طيب اعوض، يبقى ساين دلتا اوميجا، ساين دلتا اوميجا من تي بي على تي بي دلتا اوميجا. احنا واخدين ان هي ساين من زيرو بزيرو، صح كده؟ طيب ده الشكل ده بيمثل ايه؟ سينك. بس السينك يبقى هشيل الباي من جوه، صح؟ يبقى سينك 2 دلتا اف في التي بي، صح كده؟ هو الساين 2 باي دلتا اف في التي بي على 2 باي دلتا اف في التي بي. مش كان عندنا ساين باي اكس على باي اكس بيساوي سينك اكس؟ ادي الاكس. تمام كده؟ يبقى الكلام ده هيساوي سينك 2 دلتا اف في التي بي. عاوز اجيب الزيروز بتاعت السينك، بعمل ايه؟ كنت بساوي اللي جوه السينك في بوست كونكت كريم، يبقى 2 دلتا اف في التي بي هيساوي بوستيف ونيجاتيف ان. يبقى الدلتا اف بتساوي بوستيف ونيجاتيف ان على اثنين تي بي. طيب هو مش واخد على تي بي بيساوي الريت، يبقى الدلتا اف على الريت بتساوي بوستيف ونيجاتيف هاف في الان. امتى الكلام ده هيساوي؟ يبقى الكلام ده هيديني ان الجاما بتساوي كده. مش معنى ان اجيب الزيرو بتاع السينك، مش السينك ده في الاول في الاخر بتساوي اورثوجوناليتي؟ يبقى الجاما هتساوي زيرو عن بوست ونيجاتيف نص ان. يبقى فعلا اثبتنا ان هيكون الاثنين اورثوجونال لما الدلتا اف على الاور اللي هو بيساوي موديليشن اندكس بتساوي نص ان. يبقى الرسمه بتاعت السينك ساعتها هتساوي ايه؟ تمام كده؟ دوت الفيرست زيرو اللي هو 1 على 2 تي بي، ودوت 1 على 2 قصدي على 2 تي بي، 3 على 2 تي بي. ساعتها الجامعه هي بتساوي 0 عند ان على 2 في 1 على تي بي، يعني ان على 2 في ريت. تمام كده؟ المينيمم ايرور لو جيت دي اقل قيمه للسينك، صح؟ اقل قيمه للسينك هتلاقي ساعتها ان الاتش هنا بيساوي 0.734. ده المفروض عليك. حد عنده مشكلة تاني؟ يلا يا نيم. طيب لو ال ايه؟ حد على مثلا
وديته كده دخل في الحته دي جاب ايرور. طيب مش انا كنت بقلل عدد الاري الاي بتاعتي طب فضلت في نفس السنه الانجل بتاعتك مش هيحصل ايرور؟ دلوقتي مقدار النويز هل هتثبت اكتر من مارجن ولا لا؟ لو شفت اكتر من مارجن يبقى لازم اقلل الاري. لو سويت اقلل من مارجن خلاص يبقى انا كمل عادي. مش توقفيش لحد جام، السيستم بتاعك هيقول لك توقفي لحد جام، النويز اللي هتضاف على السيستم بتاعك. according to النويز امونت ادد تو سيجنز بس، وترسمي له ديت وترسمي له ديت تقول المارجن بتاعي كذا والمارجن بتاعي كذا. لا كفايه كده عليك. طيب سيكشن بلوز.